السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نشوفو الكمالة ديال ليكزارسيس اللي شفناهم في الدرس السابق. أول حاجة كيف ما قلت لكم، الخطوة الأولى باش تحل واحد التمرين هو أنك تفهم السؤال شنو بغا يقول لك، يعني الوظيفة ديال البرنامج شنو هي. أي برنامج، القاعدة الأساسية ديالنا أن أي برنامج عنده وظيفة، وفي السؤال تيقول لك الوظيفة ديال البرنامج اللي غادي صايبها أنت. يعني البرنامج غادي نصايبوه، كيصايب واحد الوظيفة، ديك الوظيفة حنا خصنا نعرفوها، هي اهم حاجه باش حنا كنصايبو البرنامج ديالنا اللي يقوم بعمل ديك الوظيفه. ما علينا، وبطبيعه الحال غادي بما اننا حنا كنشرحوا دابا بور، غادي نستعملوا بور. ما كاينش واحد المعلومه ضيفوها واحد المعلومه نضيفوها لكم، انه ما كاينش غير بور، يعني برنامج كيقوم بحساب راسهم من واحد حتى لواحد العدد. ماشي كيديرها غير بوري، يمكن دير طونك، يمكن دير فونكسيون، يمكن دير بروسيدير، يمكن دير طابلو، يمكن دير، كاين عشرات طرق باش دير برنامج تيقوم بالوظيفة غير هو. دابا حنا كنشرحو لكم بور، ما تفكروش ان كاين غير طريقة واحدة. ما علينا، دابا نشوفو الكوريجي ديال ليكزارسيس. انا درت لكم واحد ليكرون كبيرة، هاد المرة جبت لكم اون كولور، شتي هاهي ليكرون اون كولور، درت لكم موراها لوفي. وهذا هو البرنامج ديالنا. في النهاية شنو غادي تخرج؟ دوني لو نومبغ ان ايكال دوني لو نومبغ، المستعمل كيعطيه 4 والبرنامج كيعطيه لاسوم دو ان ا 4 اي 10. صافي، هذا هو البرنامج ديالنا، ديال الوظيفة ديالو. كتعطيه واحد العدد كيحسب لك لاسوم من ا من واحد حتى لهداك العدد. شوفوا بطريقة الكتابة ديال الالغوريثم هذا. الالغوريثم سميتو صوم، يستحب يسمي اللي يعجبك، ممكن يستحب انك تسميه بسمية الوظيفة ديالو. سميتو صوم فاريابل، خدي الطروة ديال لي فاريابل اي ان و صوم اي اونشي و ان اونشي و صوم اونشي، يعني الطروة ديال لي زونشي عندنا هنايا. طبيعة الحال عطيتي واحد العدد ان اونشي، يعني كاترا اونشي، لا صوم ديالها من ا ا كاترا، لا صوم طبيعي تاع خصو يكون تا هو اونشي. هادي غير واحد الرمارك وصافي بصح. نشوفو دي بي فا شنو عندنا هنا. هذا هو المهم اللي عندنا، هذا هو اللي كيهمنا حنا. اول حاجه عطيت لا صوم، عطيتو زيرو، لا صوم عطيتو زيرو. هانتوما دابا تعرفوا علاش عطيتو زيرو، يعني لا صوم ولا كيساوي لنا زيرو. احنا باقي ما عرفنا العدد اللي دخلوا المستعمل، واش دخل 4، واش دخل 12، واش دخل 80، واش دخل 60 مليون. احنا ما عارفينش العدد اللي دخلوا المستعمل. على العموم عطينا لا صوم ايكال زيرو، هادي غير كبدايه. دابا تعرفوا علاش لا صوم ايكال زيرو. اكرير دوني لو نومبر ان، هاد اكرير هاد الجملة غادي بطبيعة الحال كيما قلت لكم اي حاجة بين هاد الشرطات هادو غادي يظهرو في لي غيومي، غادي يظهرو في ليكرون. يعني هنا دوني لو نومبر ان غادي تظهر كيما هي. بطبيعة الحال المستخدم غادي يشوف هاد الجملة، غادي يدخل واحد العدد، هداك العدد غادي يشدو لير وغادي يخشيه في ان. يعني المستخدم مثلا كيما افترضنا هنايا دخل 4، يشدها ديك 4، يشدها لير، يدخلها في ان، يعني ان ولات عندك تساوي كات. الوظيفة ديال هادي صافي سهلة. دابا ندخلو الوظيفة ديال بور. عندنا بور اي كتمشي كتساوي واحد ان، هاد ان خصو تعرفو المعلومة كيما قلت لكم، راه ان راه ولات عندنا كتساوي 4، يعني ان ولات عندنا كتساوي 4. دابا تولي بور اي كتمشي من واحد 4، هاد ان راه كتعوض هاديك القيمة اللي دخلها المستعمل، بحيث هذيك القيمه هي اللي باغا حدايا نحسبوا ليها لاصوم ديالها. يعني من احتسبنا لاصوم من واحد حتى 4، يعني ان اد ان كتعوض دو با بي ايكال ان، يعني بشحال الخطوه كيمشي من واحد وكيرجع عاوتاني، كيمشيش من واحد لجوج، مكيمشيش من واحد لثلاثه، مي كيمشي من واحد لجوج ومن جوج لثلاثه، بقى يزيد بالواحد حتى كيوصل للفالور انيسيال، كتولي تساوي الفالور فينال وكيحبس. صافي كيدير فيها بور وكيكمل، معليناش. دابا بور اي كتساوي واحد ا 4 دو با بي ايكال ان، فيغ هاد لانستريكسيون هادي. هاد لانستريكسيون هادي اش كتعني؟ هاد لانستريكسيون هادي كتعني نديرو واحد نديرو واحد شي شوز، اعتبرو هذا هو
غير باش تزيدو تسوقو الفكرة باش ما تخرب عليكمش داكشي في راسكم. بور اي نكملو، بور اي كرا 1 4 دو بابي كرا في لاصوم. لاصوم كيما قلت لكم هنا لاصوم كيولي كيساوي لاصوم كيولي كيساوي صوم بلس اي. يعني دابا هنا غادي نحسبو واحد الصوم جديد. الصوم هذا هو كان في الاول عندنا صوم اي كرا 0، ولكن دابا الصوم يولي عندنا واحد الصوم جديد. هذاك الصوم الجديد كيساوي لنا صوم بلس اي. الور باش دير هاد العملية كيف ما قلت لكم، علاش عطينا لهاد الصوم في الاول زيرو؟ حيت ملي تبغي دير صوم كتساوي صوم بيس، هي الصوم هذا ما عندكش، خصك ضروري تعطي واحد القايمة في البداية. يعني القايمة اللي عندك عطينا هنا قايمة منعدمة، يعني ما كيأثرش، عطيناها زيرو في الاول باش تكون منطقية هاد الجملة هادي اللي هنايا، هاد الانستريكسيون هادي باش يكون منطقي. ما يمكنش تعطي الصوم واحد الحاجة هو ما عندوش. مثلا صوم كتساوي صوم بيس اي، حيت الصوم ما كانش. مثلا نفترضوا ان هذا ما كاينش، راه الصوم راه ما عندناش، يعني ضروري تعطي الصوم واحد القايمه باش هاد البلاصه هادي تكون لي منطقيه. يعني راه كاين واحد عدد صوم نعوضوه به، و اي كاين واحد عدد نعوضوه بطبيعه الحال. اي باش نعوضوه نعوضوه بهاد القايمه اللي كاينه هنايا، يعني اي راه كيساوي واحد في الدوره الاولى. هكذا المهم ما علينا، في الاول كتولي عندنا هكا صوم. صوم ما عندناش، الصوم ما عندناش، مي غادي تعوض مير غادي يوقع هاد العملية هادي، غادي تعوض صوم بواحد القايمة. أول حاجة فمن كيدخل هنا بور اي من 1 أ 4 دو با بيغرا ان فيغ، هذا الصوم هادي كتعوض بزيرو. يعني الصوم نكتبو هنا صوم، نديرو هادي الصوم نعوضوها بزيرو، و اي نعوضوها بالقايمة ديالي، يعني تكون لي واحد. هذه هي هذه في الدورة الأولى، يعني واحد زيرو بليس ان غادي تعوض هاد الصوم هادي الجينيرال، وهذا تعوض بواحد. يعني دابا ولا الصوم عندها واحد القيمة جديدة. مي كيف ما قلت لكم دابا راه الفالور اليسير ما كتساويش الفالور فينال، يعني باغي غادي يرجع. مي هاد واحد هادي غادي يزيد عليها البا ديالنا، يعني غتولي اي كتساوي جوج. بمعنى هاد الصوم هادي غتولي لنا بحال هكا. مي هاد لاصوم راه كناخدوش لاصوم القديمة الأولى كاع، راه ولات لاصوم دابا راه عندك تساوي قيمة جديدة نحسبناها في الدورة الأولى، يعني كتولي كتساوي واحد. و اي ما بقاش كتساوي لنا واحد، راه زدنا عليها الباف في الدورة الثانية هي دو، يعني ان بليس دو، يعني ولات يعني لا صوم ولات عندنا صوم جديدة هي 3. نزيدو نرجعو كنديرو الصوم في الدورة الثالثة، بحيث حنا دابا عندنا 4 ان ايكالا 4، يعني كيمشي من اي من 1 حتى 4، يعني 4 ديال الدورات، كيمشي لواحد وكيرجع وكيدير دو وكيدير 3 وكيدير 4 الى ان يوصل الفالور انيتا، كتصاوب الفالور فينال، وكيبقى يعوض كل قايمة بديرها. ما عليناش دابا حنايا في هذه الدورة الأولى، الدورة الأولى 0 بليس 1 عطانا 1، هذه هي القايمة ديال الصوم الجديدة. الصوم الجديدة عوضناها هنا ودرنا 1 بليس 2 مع اي تبدلت في الدورة الثانية ولات 3. الصوم الثالثة في الدورة الثالثة كتولي عندنا 3 بليس 3 اللي هي 6، كتعوض 6 هذه الدورة الثالثة. في الدورة الرابعة يعني الأخيرة، يعني اي كالا 4 ا 4، كتولي عندنا الصوم كتمشي هذه 6 ولات عندنا بليس 4 اللي هي 10، وهذه هي القيمة. يعني دابا حنايا خزننا في واحد، دابا ما درنا هاد الكور، خزننا في هاد الرسوم واحد العدد اللي هو 10، اللي هو الريزولتا ديال لاصوم ديال هاد العدد 4. يعني الريزولتا ديال ان ايكالا 4 من ا ل 4 هو 10. يعني دابا الريزولت عندنا خصنا غير نستغلوها. دابا ولا عندنا الصوم، نحطوها الصوم ولا كيساوي 10، صافي. مي وصلنا اي ايكالا 4 ا 4، صافي غادي يخرج من البور، يعني صافي سالات بور ديالنا. غادي يدخل يدير اكرير لا صوم دو 1 ا 4. هنا خصكم تلاحظوا عندنا جوج شرطات، راه كيكتبهم كيف ما هما، يعني هاد ممكن التغيير في الشاشة. لا صوم دو ان ا مي يرسلو لي غيومي. هنا عندنا فاصلة ان ما فوق حتى حاجة، هاد ان ما فوق حتى حاجة تعوض بالقيمة ديالها اللي كنا خدينا في الليير الفوق اللي هي 4، تعوض ب4. اي راه فوق هاديك الشرطات، يعني كتكتب كيف ما هي. و الصوم كيف ما قلت لكم راه الصوم هي الريزولت اللي خصنا حنايا، اللي كنحتاجوها، اللي خصو يشوفها المستعمل ديال البرنامج. البرنامج استعمل البرنامج، دخل البرنامج باش
باش الوظيفة ديالو ويحسب له لا صوم ديال واحد حتى ربعة، وهو حسبها له اللي هي 10 10 تعوضت بصوم، صوم ايكالا 10 هي هذه. وهذا هو البرنامج ديالنا، كنت ولا تقولو فهمتوه. المهم كنت عاودتو الفيديو كيرك فوالا، غادي تفهموا، غادي يجيكم بسيط هادشي، غير هو تفهموا لي زانستريكسيون كل واحدة علاش دارت و سيتو. الا فهمتو لي زانستريكسيون ما تبقاش مشكل، وتفهموا ان واحد الحاجة اسونسيال في لابو كور هي ان هاد اي راك تعوض بالقيمة ديالها، يعني اي كتولي كتساوي لنا، كتافيكتاو ليها واحد تساوي لنا واحد، في الدورة الاولى كترجع كتساوي لنا جوج، يعني غدا كتبدلهم نتوما كتلاحظوا هادي القيمة ديال اي، ها واحد ها جوج ثلاثة ها اربعة. والقيمة ديال لاصوم، لاصوم كانت عندنا في أول مرة كانت عندنا كتساوي زيرو، بس عطيناها هنا زيرو باش هادي تحقق، باش هادي تحقق، ميمكنش دير لاصوم كتساوي صوم بليس إي وهادي معندناش، هادشي علاش عطيناها في البداية زيرو. صافي زيرو ولات عندنا أن، أن هاد أن هي هادي، كناخدوهم هاد لاصوم جديدة كتولي تعوض هنايا وغادية إلى أن تخرجنا الريزلطا فينال. هاد الريزلطا فينال هي اللي كنحتاجوها، كنستغلوها في الآخر في إكرير، وكتخرجنا الريزلطا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.